إذا كان حبي للهلال جريمة فليش هذا التاريخ أني مجرم؟ أنا خدمتي 55، أحب هذا النادي وأشجعه. كابتن، ليش كل الأجانب اللي يلعبون بالهلال يتعلقون فيه؟ والله الهلال جينا كمحترفين وطلعنا كعشاق. يسألون لماذا يعشق الهلال؟ هو فرحة الأيام للأجيال، قلب بطرفك في السماء وحسنها، هل زانت الدنيا بغير هلال؟ بشارة الفرح. الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا، نزيد صبابة خزانة الذهب، بطولات هي السحر الحلال، ومعقل العذاقرة. لعبة جميلة جميلة ده. مثل نادي الهلال ومحبيه اللي زالوا ليله يرضيهم سنين، كما وضع احباب ذهب يوم ترجيه، وكم ارخص الغالي علشان غالين. يقال متابع فمشجع فمحب فعاشق فمتيم فقلب نازل.